فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي في خبز من حصتنا اليوم. اكيد ذكر نتائج زوز مقابلات، الاشواط الاولى انتهت، اليوس مو متعادل مع اسبيرونس دون اهداف، والتعادل ايضا في مقابله مجنونه يبدو انها بين سليمان والشاب 2-2. اهداف سليمان سجلهم اللاعب النيجيري دروكبا وكذلك لياس البريني، في حين سجل اهداف الشاب بقايا اشرف الزويغي من بينالتي، وكذلك تنشوفوا صادق بن سالم سجل الهدف الثاني للشاب. نحكي عن المقابله الاخيره، مقابله السي اس اس والملعب التونسي. نبدا معك سي المنجي، تفرجت المقابله؟ تفرجت المباراه. فوزي بنزرتي بدل حاجه في السي اس اس، والا البارح كاين شفنا حاجه تبدل يكون ماتش لول، ولو البارح من استاد وقف تقول السي اس اس هو الضجه النفسانيه راهو سي لي في اللي جا سي فوزي. وان بلوس ما ننساوش لابور ديما، راح احنا عندنا حاجه اللي ننساو ديما لابور نتاع لاسيستون سي فوزي، جاب انيس بوجلباني. جو بونس كو انيس بوجلباني من قبل يخدم، ما جاب عماد بن يونس. اي ما انيس لا معناها النجم يجي انترونور يقول لك انا ما حاجتيش بانيس بوجلباني، يعرف لابور نتاع انيس بوجلباني، وهذه الانتيليجونس نتاع الكوتش، وعرف كيفاش وقال واستعرف قال 90% من اللي صار في المباراه هذه معناها انيس بوجلباني اي تي معناها لوتور في الماتش هذا، وهذه الحاجه الباهيه اللي خليت اللي دونك. ومن بعد تعمل انت توت سويت ان ديبلاسمون باش تلعب في ملعب باردو ضد فريق معناها بمدرب جديد وجون اللي هو انيس البوسعايدي، خليت اللي سي فوزي المزرتي ما تنجمش تعمل اون لابس دو تون تري كور ماتش كيما الماتش ضد النجم الرياضي الساحلي. ولو انا نقول نجم الرياضي الساحلي ما كانش موجود في المباراه هذيا، لكن النادي الصفاقس يعرف كيفاش يتعامل مع المباراه هذيا وفاز فيها. المباراه بتاع الملعب التونسي والنادي الصفاقسي، الحاجه اللي لاحظتها سكو جي روماركي بوكو داغريسيفيتي في البريمير ميتون، بوكو داغريسيفيتي، وكاكا خلات اللي بتاتر سين معناها سين امبريسيون هذاك باش زعما هوكا فا ايسيي دو دوني لو ماكسيموم بور انفلونسي لادفيرسير. لكن تنجم تكون في المباراه هذه في البريمير ميتون برشا كوار تحمر تنجم تصير، لكن اوريزمون في الدوزيام ميتون سا سي كالمي ان تو بتي بو، خلات اللي المباراه هذه ما تنجمش تمشي اكثر من نتيجه تعادل 0-0 اللي في مصلحه الملعب التونسي والنادي الصفاقسي. تعلق الملعب التونسي مع انيس البوسعادي، شنو تبدل؟ فما حاجه تبدل والا هذوك هما ريزولتا ديو ديبا؟ هذا الملعب التونسي جمعيه فيها برشا بريسيون، عاشت 4-5 سنين الاخرانيين في وضعيه خايبه برشا، كانت تلعب تفادي نزول، صنع عملت عام باهي محترم. الديبيت سيزون كانت مع منصر الوحيشي، بعد جاء جلال القادري، بعد جاء انيس البوسعادي. انيس البوسعادي اللي مبركولو على البوست جديد معناها يستحق انه مش ياخذ الملعب التونسي، عنده ستاف تكنيك معاه باهي برشا، عنده لاجوان جمال بالطيب اللي ولد الملعب التونسي، لانه في الليجون تاع الملعب التونسي، لانه في الليجون تاع المنتخب، يعرف مليح الباردو، يعرف مليح الجمعيه، بريباراتور فيزيك وادجوان او ميم تون وسيم معلا، دونك ستاف بريس كله جون كله واحد. ان شاء الله ان شاء الله جمهور الملعب التونسي يصبر وكهو، لانه يعني انيس عنده بروجي، حكيت مع المساعد المدرب جمال ديمي الطيب، عندهم بروجي سبورتيف كبير، الرئيس ماشي معاهم فيه اللي حتى في انتدابات. جاي بن عيسى راهو بريسك يتسمى اكثر بريزيدون في العام والعامين الاخرانيين نجح في الانتدابات، ما يتقاوش على روحه، يقول لك سي انيس الباجي زاد يقول لك انا لو نجم اعطيك 20 ميل يورو ولا 20 ميل دينار ولا 20 ميل دولار ما نعطيكش اكثر، يخلص الناس في 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 وقتهم. وحتى في الانفستيسمون شفنا الترانسفير اللي صار نتاع الوليد اللي مشى الامريكي بنزا بنزا وجاسر الخميري. دونك الملعب التونسي حاجه واحده، ان شاء الله يصبروا على انيس البوسعادي ويخليه يخدم، اكيد مش يعمل الامبرانت نتاعو وينقصوا عليه الضغط، لان الملعب التونسي في وضعيه تسمى مريحه ونستناو معناها انيس البوسعادي، ما نجمو نحكموا عليه هو ستاف اللي معاه، اللي ما يعمل بريباراسيون العام الجاي ويبدا سيزون ويعمل وقتها نجمو نحكيو على انيس البوسعادي، ما توا هو يكمل في السيزون يصلح في الواحد يحضر في البيلون للبريزيدون للبيرو شنو ناقص شنو ينجم يعمل، وبعد النجم نحكم عليه. سي اس اس حسمت مركز من الشامبيونز ليغ. سي اس اس شوف نحكي على فوز بنزرتي، فوز بنزرتي راهو واحد بركه في تونس، يعني فوزي راهو اكسبسيونيل في كل شيء معناه.
فوزي انا نقولهم يمن على المسؤولين، كيجي فوزي بوزاره الجمعيه 6 7 شهور عام المسؤولين ما يدور بهم حد، دونك تلمون الاسم كبير تاع فوزي والناس يتبعوا فيه وكل كل كل حاجه عنده حاجه سبيسيال فوزي بنزرتي، البيرسوناليتي نتاعو يستناو فيه يستناو فيه اش باش يعمل اش ما يعملش شنو قال شكون عجبه شكون لا، دونك لومبران اكيد مش يصير ميرا والملعب نادي السويق سيرا وضعيته المادية راهي وضعية مش باهية، راهم لاعبين مش خالصين، راهو بريسك في فرد وضعية هو النادي الافريقي، راهو غير معناها اما توا ان شاء الله اذا كان سياسات العام الجاي باش ترجع للبوديوم ترجع للكاف ترجع للتشامبيونز ليج راهو لازم تتحط فلوس، وان شاء الله الاخبار اللي سمعناها على القطرية كيما جات على النادي الافريقي ان شاء الله على العقد يتصح مع النادي الصفاقسي تتفرهد الامور، لانه عندهم بريزيدون جينيرو مغروم برشا بالكرة، مي راهو هذا كل ما يكفيش وقت تبدا فمش فلوس، دونك مع فوزي بنزرتي مع الانتدابات اللي باش يحطهم جديده مع الجو اللي جديد نتصور النادي الصفاقسي اكيد حتى بلاصه في الشامبيونز ليج، وان شاء الله العام الجاي نلقاوها رقم صعب، علاش شفنا الاهلي كان موجود ديما في الشامبيونز ليج في العامين 3 سنين الاخرين الزمالك ولا موجود، حتى احنا نحبوا الاسبيرانس توا موجوده ومعها سي اس اس العام الجاي نبداو احنا على الاقل عندنا نقيديو نحكموا في الشامبيونز ليج وين تمشي وهذا الكل موجود ان شاء الله تجي الفلوس هو اللي انا والسياقس فيها كل شيء، كان الفلوس اللي بصراحه الملاعبيه زاد نحيوهم، انا ديما نجي في صف الملاعبيه والاطار الفني زاد صبروا برشا في السياقس ومشاكل ماديه كبيره شفنا حتى ملاعبيه خسروهم على خاطر الفلوس، ونصاروا جيبين فوز بنزرتي باش يكون في مصلحه السي اس اس وستاف معاه بتبيع عماد بن يوسف ما تحكيش عليها هذاك ديما مع فوز بنزرتي يعني. اي مدرب ديما عنده دو معناها ادجوان ولا زوز ولا بريبارتور فيزيك يرتاح معاهم ويعدي المساجات معاهم، وان شاء الله بالتوفيق للسي اس اس اللي عم يجي في الشامبيونز ليج. واضح يعطيك الصحه. وجرون برافو للجارديان اللي هو معناه عنده نسبة كبيرة برشا أيمن دحمان وبار كبير برشا أنه هز جمعيته للشامبيونز ليج. أنا جيت نشوف الإفكتيف تاع السي اس اس تقريبا هو وهاني عميم الوحيدين الأساسيين بانتظام، معناه الباقي الملاعبية كل تتبدل في السي اس اس. أنا شوف العقلية تعرف اللي شاف 15 بلانتي في عامين تعرف الشيفر تعرف في عامين 15 بلانتي يلزمنا نشكروا جماهير النادي الصفاقسي تنقول لك علاش خاطر صارت رياكسيون تاع أيمن دحمان بارابور على الجمهور تاع نادي الصفاقسي وجمهور النادي الصفاقسي سامح اللاعب هذايا وكان فريمون والملاعب زاد طلب السماح خلات لي الكارير نتاعو كانت نجم توفى في الظروف هذيك، لكن ايمن دحمان فريمون ان غارديان اكسبسيونيل، لكن اوسي جماهير النادي الصفاقسي زاد سي ان بوبليك اكسترودينير. يعطيك الصحه سي المونجي، هكا نوصلوا لنهايه الحصه نتاعنا اليوم، شرفتنا بحضورك. مرحبا بك انا وبارك الله فيك ديما ديما فرحان جي الاكسبريس اف ام. شكرا ايضا طارق المسعودي، شكرا لك. يعطيك الصحه سلام على الانفيتاسيون ان شاء الله مره اخرى. مره اخرى مش مؤخره. استحضرنا على سي المونجي. شكرا عليا باشا في الاخراج، وشكرا الادم اللي امن لكم اللايف ستريمينغ على الباج نتاعنا فيسبوك، نتقابلوا ان شاء الله غدوه، اجيكم يا استحباني احنا بعد غدوه نجيكم في فير بلاي كالعاده.